أهلين. شرفت أهلين. أهلين أبو نديم. شرفت. أهلين أبو غالي. تفضل أهلا وسهلا. أهلين أبو محمود يا حي الله. الله يرحم والدك. شرفت. أهلا وسهلا. شلونك؟ كيف؟ الله يبارك فيك. كيف الصحة؟ شرفتونا. أهلا وسهلا. الله يسعدك. الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا. هلا أنا ما كثير بفهم بالأصول، ممكن تشرحي لي وتقولي لي ليش أنا تحديدا لازم ضيف القهوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، شو صرنا من الصبح عم نحكي؟ ما بدنا حدا يحس إنه في شيء مو طبيعي. أوكي بعدين امشي بالمسرحية للأخير، ما بعرف بلكي بعدين حبتي لفارس. أنت ممكن تريحي لي حالة؟ إيه والله فارس شب بيسوى نص شباب هالضيعة، بس مسكين حالته على قدها، أبوه الله يرحمه، قضى حياته سفر وصرف كل المصاري، ما ترك له ولا ليرة. مسكين، إيه والله بزعل. أمي أنا كل شي عملته بس مشان العالم كرم على العالم، معلش خلاص. إيه سحر بنت أبو صبحي قتلت حالها وهي تروح وتجي من قدام بيته وتتغماله. لك وسمعت إنه أبو صبحي عزمه أكثر من مرة لعنده على البيت، صار يدلله لفارس مشان ياخذ بنته، بس بتعرفي فارس ولا كأنه في حدا هون. إيه سحر هي وحيدة أبوها وكل أمواله رح ترجع لها بعد عمر طويل. إيه بتحط سروة على ثيابه وفساتينها، ما بتعد الفستان مرتين. هي ما شاء الله عليها. حلوة ها؟ بيلبق لها الجخ. حلوة؟ من دلة جمال. شيلي كيلو المكياج وحاطة على وشها، أعوذ بالله ما بتمتص. بس فارس عبس، ولا كأنه في حدا هون، لا عم يطلع عليها ولا على غيرها كمان. الله يصلحه فارس على هالعملة. من طول عمره أبوكي بيقول عليه قد حاله وشغيل. بس هو أكيد 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 يعني ما رح يطلع على سحر. هو بده بنت قد حالها تعيش معه وتبني له داره. وانا هيك عم اقول. ايه الله يهنيك يا ليلى. بعدين الرجال يا بنتي مثل الولد الصغير، بده المرأة يلي تبني له داره وتوجه له مصاري لجوات البيت، مو تخليه يصرفهم هون وهون وما يبقى معه ولا قرش. ليكني انا لما تجوزت ابوكي ايه ما كان معه ولا شيء، وعشنا بغرفة ببيت حمايه، ولولا ما جدك باع الارض وعطاه ليعمل هالمعمل كنا ضلينا مثل ما نحنا. وليكنا اطلعنا ولا نزلنا منضل فلاحين، بس الحمد لله ابوك بعمره ما تكبر على مخلوق. امي شبك شبك، شو نسيتوا انه القصه تمثيليه؟ ايه ايه حاجتك عناد، خلص ما انت عروس. حاسه حالي رح اختنق ها. يلا قومي بلا غلاظه، قومي خليني زبط لك شعراتك وحط لك شويه مكياج. مكياج مين؟ خلص بقى انت وياها تصطفل. قومي لميا جهزي حالك وانت فوتي لهم القهوه. ايه ماشي، وانت قلتيها؟ لا لا لا، ليكني راح جهز حالي خمس دقائق كون جاهزة. أنا بطلع بيكم القهوة. معقول شو عنيتي؟ تفضل. الله يسلم ايديك. صحتين. تفضل. يعطيك العافية بنتي. صحة. تسلم والدين. صحة. شكرا بابا. صحتين بابا. اهلا وسهلا شرفتوا. ايوه شو عم تساوي بغرفتي؟ ولا شيء. لا 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 خليكي حبيبتي خليكي.